بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. الوحدة الأولى للصف الثالث الإعدادي، منهج الجديد سنة 2020، إن شاء الله هنجاوبها من كتاب جيم. طبعا قبل ما نبدأ هنبدأ في الأول نتعرف على أهم الكلمات وهم عايزين مننا إيه في الوحدة دي، وبعدين زي ما مكتوب قدامكم الطلبة اللي ما بياخدوش درس أو إن هم ذكروا الأول، يعني أنت مش عشان تشوف الإجابات وتكتبها وخلاص وتروح للمستر تقول إنك أنت اللي حالل، لا، إحنا عايزين نتعامل مع نفسنا بإخلاص لأن إحنا رايحين أولى ثانوي وبعدين أولى ثانوي وأنتوا عارفين النظام صعب شوية، فعشان كده عايزين نعمل إيه. طيب، فعشان كده أول حاجة هنعملها إن شاء الله في الوحدة ان احنا هنتعرف على اهم كلمات الوحدة. طبعا اهم كلمات الوحدة هنبدأ بالكلمة الاولى وهي كلمة بازار. بازار، بازار اللي هو البازار، اللي هو ايه البازار ده؟ اللي هو بيحصل فيه عملية الماركتينج او الشوبينج، التسوق. طبعا هو يقول لي جروب مثلا اوف شوبز، مجموعة من المحلات، ومثلا سيل، فتلاقي كلمة يبيع وكلمة يشتري، تعرف على طول ان هم قصدهم على البازار. تمام. تاني كلمة اليوث هاستل. اليوث هاستل اللي هو نزل الشباب، زي ما احنا شايفين الصورة كده، يقول لي مثلا حاجة inexpensive. كلمة expensive يعني غالي، عايز اقول مش غالي احط قدامها in. inexpensive مش غالي، طبعا for youth people او for young people للشباب، يبقى اعرف على طول ان هو اليوث هاستل. الكلمة الثالثة souvenir، طبعا اللي هي الهدايا التذكارية، اللي بيقول لي something you buy، حاجة انت بتشتريها to remember، remember عشان تفتكر بيه، فعشان تفتكر بيه المكان يبقى ده كده بيتكلم على الهدايا التذكارية. بعدين tourist information center، when you want to get information about the place you want to visit، لما تجيب معلومات عن المكان اللي انت عايزه او عاوز اي معلومات او عاوز تعرف اماكن اي حاجة في الدنيا، فعلى طول هتروح للتورست انفورميشن سنتر اللي هو مركز الاستعلامات السياحية. بعدين البوليس ستيشن اللي هو مركز الشرطة، لو في اي حاجة ضايقتك في اي مكان هيبقى اقرب حاجة ليك مركز الشرطة. شغلته ايه مركز الشرطة؟ كاتش سيفز، يقبض على سيفز اللي هم مين؟ اللي هم اللصوص. تمام. طيب نيجي بقى الرياضات، قدامنا ست رياضات زي ما انتم شايفين، علينا هم الستة في الدرس. اول واحدة من على اليمين فيشنج، زي ما احنا شايفين اتنين بيصطادوا اهو، فيشنج بيعملوا عملية الفيشنج. جنبها على طول السيلينج، السيلينج اللي هو الابحار، انك انت تاخد مركب وايه وتتمشى يعني على بالمركب ده في البحر او في النيل. بعدين السويمينج، السباحة. وبعدين وين سيرفينج اللي هي رياضة ركوب الامواج، نقدر نقول على الوين سيرفينج اون ووتر، فوق المية اون ووتر. تمام. بعدين سكوبا دايفنج، سكوبا دايفنج اللي هي ايه؟ سكوبا دايفنج اللي هي رياضة الغوص، انك انت بتغطس تحت المية باستخدام الاجهزة. تمام. وبعدين سنوركلينج، سنوركلينج اللي هي برضو زيها، بس بتبقى مثلا زي ما انتم شايفين في الصورة كده، في خرطوم جنب في وشه وبيتنفس فيه من فوق المية. تمام. طيب دي كانت اهم الكلمات اللي في الدرس الاول، وطبعا اللي عاوز الشرح بالتفصيل وكل الكلمات بالتفصيل هيلاقي الكلام ده فين؟ هيلاقي الكلام ده اسفل الفيديو، في رابط احنا شرحنا فيه كل كلمة وقرينا نص الاستماع وترجمناه وقلنا كل معنى كلمة فيه. تمام. اما دلوقتي ان شاء الله هننتقل لصفحة 20 من الكتاب وهنبدأ نحل اول جملة. طبعا اول جملة في الكتاب بيقول لي، طبعا لازم يكون معاكم الكتاب علشان تعرفوا، عشان تساعدوني، علشان انا مش هعرف اجيب صورة الكتاب على الشاشات. هنبدأ بقى. The students، الطلاب، usually stay in youth، طبعا بيقعدوا في youth ايه؟ طبعا اكيد youth hostel، يقعدوا في youth hostel، يبقى رقم واحد اجابتها hostel. رقم اتنين is an underwater activity، نشاط under تحت المية. النشاط اللي تحت المية ده ايه بقى؟ snorkeling، snorkeling هو اللي موجود في الاختيارات. رقم تلاتة لما السياح بقى عايزين يعرفوا اي حاجة يروحوا ايه؟ يروحوا فين؟ يروحوا طبعا التورست انفورميشن سنتر، ده الاختصار تي اي سي، اختصار الكلمة الطويلة التورست انفورميشن سنتر. رقم اربعة تورستس شود، السياح لازم يعملوا ايه؟ سان سكرين، طبعا هناخد الفعل وير
يرتدي، اللي هو يعني هنا بمعنى ان هو يحط سان سكرين واقي من الشمس. رقم 5، نقط ار جود بليسز، اماكن كويسه عشان تشتري منها السوفونير. الاماكن اللي هتشتري منها السوفونير طبعا البازارز اللي هي البازارات، تمام. رقم 6، لما توصل للهرجادة يو كان تقدر تعمل ايه بقى؟ ابوت تريب. كلمه بوت تريب يعني رحله بالقارب. تاخد دايما قبلها الفعل تيك، تيك تيك ابوت تريب، ياخذ رحله بالقارب. بعدين رقم 7 ايوه، when you travel don't forget to mind or to remember. قلت remember اخدها مع ايه؟ طبعا مع السوفنيرز، مع الهدايا التذكاريه. رقم 8، I went to the police not اسمها بوليس ايه؟ بوليس ستيشن، تمام. رقم 8. رقم 9، we should be nice، لازم نكون كويسين، to the not who came to our country، لازم نكون كويسين مع مين اللي بيجي البلد بتاعتنا؟ طبعا الفيزيتورز، الفيزيتورز اللي هم الزائرون. رقم 10، it's a good idea، فكرة حلوة، to go in surfing، انك تروح الرياضة اللي هي ركوب الامواج اللي هو فوق المية، when it is لما يبقى الجو ايه؟ windy، windy يعني عاصف، تمام. رقم 11، it's not to stay in youth hostel، هيبقى ايه لو انت قعدت في اليوث هوستل؟ طبعا انكسبنسيف، مش غالي لو انت قعدت في المكان ده. رقم 12، come to Hurghada، تعالى الغردقه، there are many activities، في نشاطات. كلمه activities لازم تاخد قبلها do، do activities، نشاطات انت تقوم بيها. رقم 13، everyone، كل واحد، should follow their parents، لازم يتبع الايه بقى؟ الادفايس بالسي، بالسي، نصيحه الوالدين، تمام. طيب لو ما لحقتوش تكتبوا ورايا هسيب لكم رابط برضو في كل الاجابات بالترتيب وبالارقام وبارقام الصفحه، تمام. طيب هنشوف بقى الصفحه اللي بعدها، طبعا صفحه 22، تدريبات على القواعد. تدريبات القواعد، القواعد احنا شرحناها قبل كده وموضوعها سهل خالص، استخدام كلمه شود او شودنت زائد الفعل في المصدر بعديهم وابدا بها الكلام بمعنى هل يجب. اول جمله بيقول لي الدنيا برد النهارده، لما تطلع بره يو نوت وير ا كوت، تلبس معطف، طبعا يبقى انت في الحاله دي ايه؟ شود، شود، يجب عليك ان تلبس لان الدنيا ايه؟ ساقعه. يو نوت تيك فوتوز اوف بيبل انلس يو اسك، ما تاخدش صور لناس غير لما تستاذن منهم، طبعا هنا يبقى شودن، يبقى شودن، لا يجب، تمام. رقم 3، يو نوت تو ماتش ان ذا سان، برضو اكيد ايه؟ اكيد شودنت، برضو شودنت ووك، الفعل معاها ووك المره دي، ما تمشيش كتير في الشمس علشان ما تصابش باذى. رقم 4، يو شود ديفينيتلي نوت وين سيرفينج، طبعا هتاخد الفعل تراي، تراي يحاول، انت لازم تجرب الرياضه دي يعني، تمام. 5، بسمله يو نوت فورجيت، ينسى، يبقى يجب ان تنسى؟ لا طبعا لا يجب ان تنسى، يبقى طبيعي ان انا هاخد مين؟ شودنت، لا يجب. رقم 6، نقط سي ا دكتور توداي، طبعا هنا اداني علامه استفهام في اخر الجمله في الكتاب عندك، رقم 6، فطالما علامه استفهام يبقى لازم استخدم ايه؟ شود هي، هل يجب عليه ان يفعل كذا؟ اهو جاب لي علامه استفهام في اخر الجمله، عرفني ان هي ايه؟ سؤال. رقم 7، ستودنت از نوت يوز ذير موبايل فونز ان ذا اكزام، طبعا شودنت، شودنت، لا يجب، لا يجب ان يستخدموا الموبايلات فين؟ في الاكزام، في الامتحان، يبقى وضع طبيعي في رقم 7 ان انا استخدم شودنت. رقم 8، يو نوت اسك ذا تيشر فور هيلب، لازم تسال الاستاذ من اجل المساعده، طبعا هنا طبعا اكيد هتبقى شود، شود، اسال التيشر، امال تسال مين؟ اسال التيشر زي ما انت عايز. رقم 9، ذاتس فانتاستيك بوك، ده كتاب كويس، يو نوت ريد ات، اكيد برضه يو شود ريد ات، يو شود، يجب ان تقراه، تمام. رقم 10 اللي هي في صفحه 23، I don't think you not go out too much when you have a test، طبعا هنا عاوز يقول لي ايه بقى؟ I don't think، لما لا اعتقد انك انت not go out، يبقى هنا هستخدم should، لا يجب عليك، لا يجب عليك ان تخرج في اليوم اللي عندك فيه امتحان، تمام. طب ده انت بتقول should يا استاذ، ما هو قال لي لا اعتقد ان يجب ان تخرج، يبقى هو نفى الاولى، يبقى انا اثبت الثانيه. رقم 12، انس، طبعا هنا بقى يبقى فعل امر. رقم 11، فلازم ابدا بيو شود، يو شود، انس يو شود، يجب عليك ان تفعل كذا. اما لو استخدمت شود بس طبعا ما عنديش علامه استفهام في اخر الجمله عشان كده ما تنفعش، تمام. بعدين اسئله الاقواس اللي هي اسئله الري رايت، طبعا اسئله الري رايت سهله خالص، انك هتبدا بالفاعل اللي هو اي او هي او شي او منى او احمد او عادل، وبعدين تجيب كلمه شود، وبعدين تجيب الفعل في المصدر اللي هو موجود في الجمله. يعني الجمله الاولى هنا بيقول لي انا بنصحك انك انت تذاكر،
طبعا يبقى الفعل المصدر اللي عندي اللي هو study يذاكر، و I اللي هي انا بنصحك انت، فانا هقول لك يجب ان تذاكر، فهقول لك you should study، فهقول لك you should study. تمام. طبعا صفحه 23 سؤال الاقواس، اول جمله you should study hard، you should study hard، وكمل الجمله. تمام. رقم 2 نفس الموضوع، you should carry، you should carry your passport، you should carry your passport. تمام. رقم 3 نصيحتي ليك، my advice is to get up early. طبعا يبقى ايه بقى، هو عايز shouldn't، يبقى you shouldn't get up late. عملت ايه انا؟ طبعا هو عايز shouldn't، لو عايز should كنت هقول له يجب ان تصحى مبكرا، انما هو عايز النفي، فانا هخليها shouldn't زي ما هو عايز، بس ابدل كلمه early اللي هي في اخر الجمله بكلمه late، late علشان متاخر، لا يجب ان تتيقظ متاخرا لانك يجب ان تتيقظ مبكرا. تمام. رقم 4 you should study hard your lessons. طبعا I advise you to study hard، انا انصحك ان تذاكر بجد. رقم 5 بيقول لي it's a good idea، فكره كويسه، for here ليها هي ان هي تروح التورست انفورميشن سنتر، يبقى انا هقول she should go to يجب ان، واكمل عليها هي. تمام. بعدين you shouldn't smoke، لا يجب ان تدخل. رقم 6 استخدم should، يبقى انا هقول له ايه بقى، هو بيقول لي لا يجب ان تدخن، استخدم should، فانا هقول له يجب ان تتوقف عن التدخين، you should stop smoking، stop smoking، يجب ان تتوقف عن التدخين. تمام. دي كان السؤال الاقواس. تحتها سؤال جديد برضو اللي هو سؤال المواقف. طبعا سؤال المواقف اول كلمه كتبها لي، طبعا باقي صفحه 23 سؤال المواقف، قال لي اللي تحت خالص انتوا شايفينه اهو، ينفع تغير الاسلوب. يعني ايه ينفع تغير الاسلوب؟ يعني انت براحتك ممكن تستخدم اي صيغه انت عارفها من صيغ النصيحه، مش لازم الصيغه دي، احنا عندنا اربعه او خمسه في ثالثه اعدادي علينا. تمام. فمثلا الجمله الاولى بيقول لي your younger sister، اختك الصغيره عايزه تبص من للشمس، give her some advice، اديها نصيحه. طبعا حد يبص للشمس عينيها توجعه، يبقى you shouldn't، فهقول لها ايه بقى، you shouldn't look at the sun، you shouldn't look at the sun، لا يجب ان تنظر الى الشمس. It's very cold، الدنيا ساقعه النهارده، وانا بنصحك انك انت تلبس ملابس ثقيله، يبقى you should wear heavy clothes، لازم تلبس ملابس ثقيله، clothes بس ما تبقاش الاسم. بعدين advise your brother، انصح اخوك اللي عاوز يطلع during the train، اللي وانت ستجود اثناء المطر، يعني عاوز يخرج، طبعا هقول له you shouldn't go out، واكمل الجمله. تمام. طيب اخر جمله معايا نفس الموضوع، you shouldn't spend too much، ما تضيعش وقت كتير يعني for watching TV، لمشاهده التلفزيون. تمام. طيب دي كانت اخر حاجه معانا في صفحه 23، وهنبدا في تمارين عامه صفحه 24. واول سؤال معانا هو سؤال المحادثه. المحادثه سؤال جديد عليك غير بتاع تاني اعدادي خالص. السؤال ده هو طبعا نحتاج منك انك تكتب سؤال كامل او اجابه كامله، اللي مش عارف يحله يقول لي وانا اجيب له فيديو يشرح له المحادثه من طقطق للسلام عليكم زي ما بيقولوا، من الالف للياء يعني، ان شاء الله بعد الفيديو هيعرف يحله. تمام. طيب اكتب لي يعني في التعليقات المحادثه، عايز المحادثه وانا اجيب لك الايه الفيديو. طيب وبرده اللي عاوز الشرح يقول لي، واللي عايز رابط كله هيبقى موجود في ايه، في البوكس الصندوق اللي هو تحت الفيديو على طول، هيبقى موجود فيه رابط الشرح بتاع الوحده كلها، وهيبقى موجود فيه الاجابات، رابط الاجابات اللي هي بتاعت السنه دي. تمام. اللي عايز اي حاجه غير كده بقى هيكتب وانا ان شاء الله ايه هجيبها. طيب صفحه 24 الجنرال اكسرسايز، التمارين العامه على الوحده، بدا بمحادثه. المحادثه بيقول لي فانيش ذا فولوينج دايالوج، حامد ميتس ا تورست، حامد بيقابل حد من السياح، ات ا كافيه، في المقهى، باي ذا نايل ريفر، يعني عايز يقول لي بجوار نهر النيل. فطبعا حامد بيقول له هاي ويلكم تو اسوان، مرحبا بك، قال له شكرا. فساله سؤال، قال له اي ام فروم لندن، الراجل قال له انا من لندن، فطبيعي هيساله يقول له ايه بقى؟ يقول له وير ار يو فروم؟ انت منين؟ انت منين؟ قال له انا من لندن. وير ار يو فروم؟ قال له انا من لندن. طيب هل انت زرت اسوان قبل كده؟ طبعا هيقول له ايه؟ يس اي ديد. يس اي ديد. نعم انا زرت. بعدين ساله سؤال، قال له انا شفت معبد كلبشا وشفت معبد متحف النوبه، يبقى انا هقول له ايه؟ وات ديد يو سي زير؟ وات ديد يو سي زير؟ زود انت كلمه زير هناك. شفت ايه هناك؟ اللي انت شفته هناك؟ قال شفت معبد كذا وكذا. طب هاو دو يو لايك ذا ميوزيوم؟ الميوزيوم عجبك يا ترى؟ فطبعا هيقول له اتس وندرفول،
ده رائع، ده ما كانش حاجه عاديه، ده كان رائع. تمام، باقي الصفحه تاني سؤال القطع. طبعا والقطع من اهم الاسئله اللي بتحتاج حد عاوز يترجم السؤال كويس وبعدين يقرا القطع كلها ويحاول يفهمها ويجاوبها. اول سؤال عندي في القطع طبعا بيقول لي what does the passage، القطع بتتكلم عن ايه؟ فطبعا انا شايف ان هي بتتكلم عن مصر، ومصر دوله افريقيه، فممكن اقول له مصر واماكنها Egypt and its places، مصر والاماكن بتاعتها. السؤال الثاني why do tourists feel they are at home، ليه السياح بيحسوا ان هم في بيتهم وهم في مصر؟ طبعا people are good and friendly، الناس بتوع مصر احنا لازم نكون كده، لازم نكون good and friendly، كويسين مع الناس الغرباء وكويسين مع بعضينا وكده. رقم ثلاثة بيقول لي what sport، ايه الرياضة اللي ممكن يعملوها في الغردقة؟ طبعا براحتك بقى، اخر سطر في القطع تكتبه كله السنوركلينج والحاجات اللي احنا قلناها في اول الفيديو. تمام، رقم اربعة الكلمة اللي تحتها خط كلمة زير عايدة على لوكسور اند اسوان، لوكسور اند اسوان. رقم خمسة بيقول لي بقى الحكومة بتبني ايه هوتيلز، طبعا اكيد جود، رقم خمسة اللي هي جود هوتيلز اللي هي فنادق جيدة. هنخش على صفحة 25 ونكمل التشويز بتاع التمارين العامة. أول جملة معايا طبعا يوس، خلاص عرفناها إن هي يوس هوستل. بعدين تاني واحدة بيقول لي إن نقط أن أمبريلا، بيقول لي الدنيا مش حر، يبقى استخدم الأمبريلا ولا ما تستخدمهاش؟ طبعا شودنج تو يوز، لا ما تستخدمش الأمبريلا. بعدين بيقول لي الويند سيرفنج تعتبر إيه؟ طبعا سبورت يو كان دو أون ووتر، رياضة أنت بتعملها فوق المية. تمام؟ رقم خمس أربعة بيوبلز نقط ستادي زي الريسنس، التلاميذ تعمل ايه للدروس؟ تذاكرها، يبقى شاد، يبقى رقم أربعة شاد، يجب. رقم خمسة نقط إذا ماركت سوق، يبقى على طول أختار كلمة بازار اللي هو البازار. رقم ستة ماي مصدر شود، نقط شود يجي بعدها الفعل في المصدر، يبقى لازم أخد كلمة باي. تمام؟ باقي صفحة 25 برضه سؤال الأقواس، طبعا حليناه كتير. I advise you، يبقى you should visit، you shouldn't walk. بعدين ايما شودنت سليب اللي هي اخر جمله. تمام، اجابات قدامكم، وقلت هبقى في رابط لكل الاجابات اللي عاوز يشوفها. تمام، بعدين هبدا في الدرس الثالث والرابع، طبعا صفحه 31 هنبدا بالاجابات على طول لان الدروس مشروحه قبل كده، وقلت اللي عاوز شرح هيبقى موجود. 31 اول حاجه جمل الاختيارات، فبيقول لي بقى اول كلمه بيقول لي مين تورست، السياح كتير بتستخدم ايه عشان تتعلم بيه عن الاماكن؟ طبعا بتستخدم الجايد بوك، الجايد بوك اللي هو الايه؟ الكتاب الارشادي، الارشادي. تمام، رقم اتنين بيقول لي نقط اذا بيرسون، الشخص اللي هو بيساعد في محل او في تيكت اوفيس وكده، طبعا ده الاسيستنت، الاسيستنت البائع. رقم ثلاثة اي دونت نو هاو تو جيت يور هاوس، انا مش عارف اوصل لبيتك، ممكن تديني الدايركشن اللي هو الاتجاهات، عرفني امام بيتك فين. رقم أربعة بيقول لي ان اوردر تو فيزيت، عشان تزور بلد تاني لازم يكون معاك ايه؟ لازم يكون معاك باسبورت اللي هو جواز السفر. رقم خمسة بيقول لي المطعم اللي في الجايد بوك ده ووز فيري جود ريكومنديشن، الكلمه الطويله يعني كان توصيه، يعني كانت حاجه حلوه منك، المطعم ده كان تمام اللي انت اديته لنا يعني. رقم ستة بيقول لي مستر وليد لايكس تو جو on sorry it likes to go for a walk every Friday، طبعا walk for اللي هي يتمشى، يعني يتمشى go for a walk، ده تعبير على بعضيه، go for a walk يذهب للتمشي. بعدين رقم سبعة I can't find my watch، مش لاقي ساعتي، it's كلمة lost رقم سبعة يعني فقدت، it's منها مفقودة. رقم 8 tourists like to visit not sites، مواقع، يبقى يزوروا المواقع الايه؟ الانشنت، المواقع القديمة. رقم 9 هرجادة is very popular، كلمة popular يعني مشهور، بتاخد بعدها with، رقم 9 with. رقم 10 I like music so I like going to a concert، concert يعني حفلة موسيقية، فاكرين شارلوك هولمز بيحب الموسيقى يبقى يروح concert حفلة موسيقية. رقم 11 students take نقط to answer Mr. سعيد the questions، طبعا take turn يعني يتناوب الأدوار، ياخد دور ده ورا ده ورا ده عشان يجاوب الايه؟ الأسئلة. بعدين بيقول لي رقم 12 بيقول لي my father is a person who not for my needs، طبعا الفعل هنا pays، بيدفع، بابا هو الشخص اللي بيدفع الحاجات اللي احنا بنحتاجها او بيشتريها. رقم 13 اخر جمله في الصفحه our grandmother's stories، قصص بتاعت جدتنا، not us very happy، طبعا make us very happy، بتخلينا دايما very happy، سعداء. تمام، طيب هندخل على صفحة 33 اللي هي تمارين اللونج مان، أو تمارين لا مش اللونج مان، هي تمارين عادي المحادثة. بيقول لي
A tourist السائح talking to assistant at the tourist information center بيتكلم مع الاسيستنت في التورست انفورميشن سنتر. فاول حاجه بيقول له may I help you اساعدك؟ Yes please I want to stay انا عايز اقعد هنا for 2 weeks اسبوعين. وراح ساله سؤال قال له ممكن تقعد في هوتيل او في يوز هوستل. فهيقول له where can I stay؟ المحادثه كلها اللي جنب موجوده قدامكم. where can I stay؟ ممكن اقعد فين؟ قال له في ده او ده. فالراجل ساله قال طب انهي الارخص؟ نقول له يوز هوستل. اليوز هوستل ارخص. تمام؟ طيب can I try water sports؟ وطبعا باقي المحادثه موجود قدامكم. يو كان دو ا لوت اوف سبورتس بيقول له اعمل ايه؟ اعمل رياضه كتير. بعدين وات از ذا بيست بليس ايه اكتر مكان اشتري منه؟ قال له طبعا ايه سوفينيرز هدايا تذكاريه في الاولد بارت في الجزء القديم من المدينه. تمام؟ طيب هنخش على المواقف. طبعا المواقف كتيره قوي وكلها بنفس الطريقه. لا دي مواقف جديده، دي على الريكومنديشن، على طريقه التوصيه، انك ازاي توصي او ازاي حد بيوصي لك مكان او تسال عن التوصيه. يعني اما تسال عن التوصيه اما تعطي التوصيه. اول جمله بيقول يو اسك. يو اسك دي انت تطلب، انت تسال. يبقى طبيعي ان انا هقول له ايه؟ وات از ذا بيست بليس تو باي سوفونير. وات از ذا بيست بليس تو باي، ايه افضل مكان عشان اشتري سوفونير؟ تمام؟ تاني مثال بقى بيقول لي ايه؟ صاحبك بيسالك انك ريكومند ابليس، انك ترشح له مكان. يبقى انا طبيعي ان انا هقول له ايه بقى؟ هقول له اي ريكومند جوينج، انا برشح لك انك تروح. وهات اي مكان بقى، ذا بارك، بازار، خان الخليلي، هارجاد كده يعني. تمام؟ المهم هتجاوبوا بقى السبعه، هم اجابتها قدامكم وهسيب اجابتهم في الرابط اللي عايز بس عشان الوقت بتاعنا. تمام؟ طيب بعدين تمارين على الدرس الثالث والرابع. طبعا صفحه 35 التمارين العامه هنلاقي محادثه بدايتها. تمام؟ المحادثه بيقول لي عبد الله بيقابل احد السياح فبيقول له ويلكم. بيقول له وي ار لوكينج فور، احنا بندور على التورست على مركز المعلومات السياحيه. وراح ساله سؤال الراجل قال له مش بعيد. يبقى السؤال هيبقى ايه بقى؟ وير از ات؟ وير از ات؟ هو فين؟ قال له والله هو مش بعيد وهو مقفول النهارده، اساعدك؟ قال له ايوه اصل دي اول رحلتنا لمصر. وساله سؤال قال له اقترح انك انت تزور الايجيبشن ميوزيوم. فهيقول له وات دو يو سجست وي فيزيت؟ اقترح علينا نزور ايه؟ قال له تزور الايجيبشن ميوزيوم. قال له بعدين طيب اي سجست، انا بقترح انك تزور المتحف المصري. دو يو ريكومند ا تور؟ تحب ترشح لنا تور يعني جوله مع الجايد؟ فهيقول له طبعا ايه؟ يس ذس جود ايديا، دي فكره جيده. المهم قال له اوكي وي اولسو وونت تو جو شوبينج، احنا عايزين نروح الشوبينج، ايه افضل مكان نروح نجيبه؟ طبعا انا ممكن اقول له ايه؟ يو كان. وبعدين هو كمل جو تو ذا بازار، فانا هحط يو كان بس. تمام؟ المواقف بقى، اول جمله يو ار اسكد، مهمه يو ار اسكد اللي جت في اسوان 2018. انت طلب منك، طلب منك، فطبيعي انك هتقول له ايه؟ يو كان جو تو ذا بازار، ما هو انت سئلت عن افضل مكان يشتري منه سوفونير، فانت هتقول له ذا بازار. تمام؟ فانت مش هنا انت تطلب، لا انت طلب منك. رقم اثنين يو ونت تو جو اون ا بيكنيك، عاوز ميك سجستشن، اعمل اقتراح، اي سجست جوينج تو ذا بارك او بيكنيك او اي حاجه. يو اسك انت بتسال اخيرا، يبقى وات دو يو سجست ايت، انت بتسال صاحبك ان هو يرشح لك تو ريكومند يو ا جود فود، نرشح لك طعام، فانا هقول له وات دو يو سجست ايت، تقترح علينا ناكل ايه؟ تمام؟ طيب نفس الصفحه 35 هنحل على جمل التشوز. الراجل بيقول دي اول زياره لي لاسوان، كان يو نوت مي؟ طبعا كان يو ريكومند مي، ممكن ترشح لي شويه اماكن. طيب اخر جمله في الصفحه اللي هي رقم 2، ذا جايد بوك سيز، الكتاب اللي معانا بتاع السياح بيقول اي نوت فيزيت فورت كايت باي اتس وندرفول، رائعه. يبقى لازم اعمل ايه؟ اشوت، يبقى لازم ازورها. تمام؟ الصفحة اللي بعدها على طول صفحة 36 جمل تشوز. يو نيد نقط لما تروح بلد تاني، يبقى أنت عايز إيه؟ طبعًا الباسبور، عايز الباسبور. بعدين تو جيت فيت، عشان تحصل على لياقتك البدنية نقط. دو إكسرسايز، طبعًا شوت، يو شوت دو إكسرسايز. رقم خمسة أي سجست ذات ماي فازر، أقترح إن والدي نقط أويك. طبعًا هنا هاخد سبيند. واحد يقول استنى فازر مفرد، لا سجست، اذا خدت ذات تاخد فاعل ومصدر، مالناش دعوه مين الفاعل ده بقى، يبقى عشان كده اخد سبند بس، ومعلومه مهمه. بعدين وات نوت دو بيفور جوينج تو بيد،
طبعا تكوين السؤال اجيب الفعل المساعد الاول يبقى what should you do. What should you do. تمام. طيب دي كانت اخر تمرين على الوحده. بعدين التيست بتاع الوحده صفحه 42. واول حاجه هنبدا بالمحادثه واول جمله معايا المحادثه. طلع التيست ثواني. عمرو is going to meet his friend today. عمرو هيقابل صاحبه النهارده. فبيقول له What are you going? تناوي تعمل ايه مع اصحابك؟ قال له والله we want to go have a picnic. عايزين ناخد بيكنيك. We don't know. مش عارفين نروح فين. فطبعا هقول له What is the best place for a picnic? طب ايه افضل مكان للبيكنيك؟ قال له الزو. مكان كويس. قال له nice. What can I take? طب اخد ايه للبيكنيك؟ ممكن اقول له ايه بقى؟ Some sandwiches. بعض sandwiches. Food. طعام. Drinks. Juice. عصير. تقدر تقول له اي حاجة. رقم ثلاثة بقى بيقول له ايه؟ بيقول له this good idea. فكرة حلوة. بسأله سؤال. قال له بالتأكيد الشمس هتبقى قوية النهاردة. يبقى السؤال ايه؟ should I wear the sunscreen؟ احط السانسكرين. فقال له ايه؟ ايوه عشان الشمس هتبقى قوية. اخر حاجة اربعة بقى هيقول له شكرا see you اراك فيما بعد. تمام؟ المواقف بتاعت التيست طبعا بيجيب لي على طول ثلاث مواقف. اول موقف معايا بيقول لي انت بتسأل صاحبك ان هو يرشح لك مكان عشان تشتري سوفونيرز. طبعا يبقى اول حاجه what is the best place to buy souvenir. what is the best place to buy. واكمل الجمله. رقم 2 انت بقى في شارع زحمه واخوك الصغير مع اخوك الصغير وانت عاوز تنصحه ان هو ما يمشيش قريب من الطريق 10 عربيات. you shouldn't walk too close to a ما ينفعش تمشي قريب مني. واكمل الجمله. رقم 3 your friend صاحبك بيسالك بقى انك انت ترشح له good story قصة كويسة عشان يقراها. I recommend reading. أنا أرشح لك قراءة. هتلاقي قصة بقى من بتوع الأولى إعدادي يعني مثلا The Iron Man الراجل الحديدي. Black Beauty اللي علينا السنة دي. يعني قول له أي اسم هي قصة. تمام؟ طيب هنخش على القطع بقى. طبعا القطع أول سؤال بيقول لي What is the best time؟ هات لي عنوان للقطعة. قلنا Egypt. هنا بقى بيقول لي why do tourists الناس بتحب تزور مصر ليه او لوكسور ليه؟ طبعا to enjoy it is historical places عشان يزور الاماكن الممتعه وتكمل السفر بتاعها. بعدين what do the كلمه resorts معناها ايه؟ طبعا places for his holiday هي معناها منتجعات فمعناها اماكن للهوليداي. بعدين رقم 4 السياح بيستمتعوا بزياره ايه؟ طبعا هناخد A و B اللي هو الاختيار الاخير يعني هناخد لوكسور والجيزه مع بعض. تمام؟ The Valley of the Kings وادي الملوك موجود فين بقى؟ موجود في لوكسور. تمام؟ طيب هنخش على القصة. أول توصيلة 1 هنوصلها بـ إيه؟ فارمر جراي ذا هورس هوتيل. لا طبعا هي مكتوبة غلط سوري. هي 1 هنوصلها بـ إي. بـ إي نوت إيه؟ هي معمولة قدامكم إيه؟ لا خلوها إي. تمام؟ إي للشوى المكسورة يعني. فارمر جراي هنوصلها بالاخيره بلاك بيوتيز فيرست اونر هو اول ملك البلاك بيوتي ورقم 1 بالاخيره مش بايه. تمام؟ عشان رقم 2 هي اللي بايه بلاك بيوتي الحصان اللي بيحكي لنا القصه يبقى هنوصلها بايه بايه سوري الاولى رقم 1 بالاخيره رقم 2 بايه. تمام؟ رقم 3 بقى الميرليكس طبعا الحصان التاني اللي هو الابيض ده هنوصلها بي اللي هو شورت قصير فات سمين حصان يعني. جينجر اخر حاجه هنوصلها بسي طبعا هورس هو هاد ديفيكالت باست اللي عنده ماضي ايه؟ عنده ماضي صعب. اول سؤال بقى من الاسئله المباشره في القصه مين المؤلف بتاع القصه؟ طبعا انا صوت للست المؤلفه للقصه. Why did Ginger bite and kick people؟ ليه جينجر بيعض ويرفض الناس؟ طبعا people weren't kind to her in the past الناس ما كانوش كويسين معاها في الماضي فهي متعوده تعمل كده. What made Squire Gordon angry with the man who worked with him؟ ايه اللي خلى Squire Gordon غضبان من الراجل اللي شغال معاه؟ عشان الراجل ده hit the horse hard ضرب الحصان بقوه فالراجل زعلان منه. Why do you think لماذا تعتقد we should be kind ينبغي ان نكون جيدين to animals الحيوانات like horses؟ طبعا ينبغي ان نكون جيدين مع الحيوانات طبعا animals have feelings because لان الحيوانات have feelings عندهم مشاعر like us زينا بيحسوا يعني. اخر سؤال What did the writer ليه الكاتب عايز الناس يفهموا ايه؟ طبعا he wanted to understand them عاوز يفهمهم looking after animals اعتناء بالحيوانات are important حاجه مهمه يعني. تمام؟ طيب التشوز بتاع التيست بقى طبعا اول حاجه يوس يبقى كده نختار يوس هوستل. بعدين بيقول لي بعدين يو شود اخد بعدها المصدر يبقى دو.
رقم 3 بيقول لي نقط سبورت اون ووتر، طالما اون ووتر يبقى الويل سيرفنج. بعدين رقم 4 رقم 4 يو نوت كو يبقى يو شودنت بقى عشان الدنيا بتمطر يبقى يو شودنت. رقم 5 وي وينت تو جو فور ا ووك، طبعا هناخد الاجابه نمبر وي وينت تو جو فور ا ووك الاجابه نمبر سي. بعدين يعني مكتوب ووك بس هنا جو فور ا ووك. رقم 6 بيقول لي داز، طبعا سؤال يبقى هنخليها شوت شي، شوت شي اللي هي الاجابه نمبر بي. تمام طيب. بعدين اي ريكومند توكينج سام فوتوز، ده اللي هو السؤال الاقواس، عايز استخدم ريكومند اجيب فعل ريكومند وبعدها الفيرب اي ان جي. اي ريكومند تيكينج سام فوتوز. بعدين عاوز شودنت يبقى هقول له ستي اب، دي يعني يسهر، فيو شودنت ستي اب، لا يجب ان تسهر. اخر حاجه عاوز كلمه ادفايس يبقى اي ادفايس يو، انا بنصحك نوت تو بلاي، انك انت ما تلعبش. ما تنسوش الاعجاب بالفيديو واشتركوا بالقناه وانتظروا باقي الوحدات كلها ان شاء الله، واكتبوا اللي انتوا عايزينه في التعليقات. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.